بينضم لنا على الهاتف الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس. الشيخ عكرمة، أهلا بحضرتك. أهلا بك، بنعزي تفضلي. حضرتك وبنعزي كل الشعب الفلسطيني في شهيدة الحقيقة اليوم. كيف تعلق لنا بداية شيخ عكرمة على هذا الحادث الأليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حادث أليم بل جريمة كبرى واغتيال متعمد، والذي أطلق الرصاصة يكون قناصا قاصدا للقتل، لأن موقع الرصاصة لا تكون من مجرد رصاصة طائشة، لأنها كانت تلبس على رأسها الخوذية وكانت تلبس السترة الواقية ومكتوب عليها بريس بالإنجليزي، بين إنها صحفية، ومع ذلك جاءتها الرصاصة ما بين الخوذية وبين السترة. هذا يعني أن الذي أطلق الرصاص هو قناص ويتعمد ذلك الاغتيال، لأن شيرين من الصحفيات والصحفيين المشهورين النشيطين الذين ينقلون الحقيقة وينقلون الواقع. والمعلوم أن إسرائيل تحاول أن تغطي على جرائمها، لا تريد أحد أن يظهر الوقائع المؤلمة والجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال. نعم. طيب، كيف ترى سكوت العالم، سكوت كل المنظمات الحقوقية العالمية عن هذا الحادث؟ لا نسمع سوى صوت الصمت. نعم، مع الأسف العالم لا يكترث بما قام به الاحتلال. لو أن الذي قتل الصحفية عربي لقامت الدنيا ولم تقعد، ولكن لأن الذي قتل هو يهودي، فإن العالم يكيل بمكيالين، يكيل بعشر مكاييل. ثم البحث في موضوع تحقيق، وأي تحقيق؟ لجان تحقيق. الجريمة واضحة، ليست بحاجة إلى لجان تحقيق. لجان التحقيق المقصود منها التهرب وتزييف الحقيقة وامتصاص الغضب. فنحن لا نؤيد فكرة تشكيل لجان تحقيق في هذا الموضوع. الحقيقة واضحة والجريمة البشعة مدانة من قبل التي ارتكبها جيش الاحتلال. نعم، أشكرك. نعم. شكرا جزيلا الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، شكرا جزيلا لحضرتك. الصبح اغتالوا شيرين أبو عقلة في جنين، والظهر اقتحموا بيتها في القدس. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بيت الشهيدة وفضت التجمعات اللي كانت هناك. وقبل كده في جنين كان في مئات من الفلسطينيين بيودعوا شيرين أبو عقلة في موكب انطلق من مستشفى ابن سينا اللي فيه جثمانها إلى أنحاء مدينة جنين ومخيمها. طبعا في ردود الفعل على اغتيال شيرين أبو عقلة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نعى المراسلة الصحفية شيرين أبو عقلة، وقال أنه طبعا هي استشهدت برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانه على جنين اليوم. المجلس تقدم بخالص العزاء إلى أسرة الشهيدة والأسرة الصحفية والإعلامية الفلسطينية. أبو عقلة داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. أكد المجلس أنه الزميلة الراحلة كانت مثالا للاجتهاد والتميز في عملها، وقال أنه استشهاد أو استهداف قوات الاحتلال للزميلة جريمة نكراء، وأعرب المجلس عن إدانته الكاملة لهذا الإجرام الإسرائيلي المستمر.